أي مسألة السيد ذكر في تفكير في مسؤولية أنفسنا، وهذا لا يعفي يعني جميع الأطراف من مسؤوليتها. بالنسبة إلى سماحة الشيخ، أعتقد أن امتناعه أو تمرده بتعبير السيد أنه ماذا يعني، هذا قام بدور لم يقم به حتى هؤلاء المعتصمون من العلماء الذين استدعوا ووقعوا على تعهدات، نفس عدم خروجه في ظل هذا التهديد وتمرده. كان بإمكانه أن يخرج خروج آمن على تعبير بعضهم ممن لمح وهدد، وحتى بعض التسريبات أو التهويلات الأخيرة ربما كانت ماذا التي تتحدث حول احتمالية إعدام الشيخ، أعتقد أن قسط منها يراد منا ماذا الترهيب للخروج بهدوء. نعم، البحرين إلى أين؟ هذا يربطنا بالحديث السابق، الاستعداد بأي مستوى، هذا يحدد البحرين إلى أين. إذا كان لا يوجد ذاك الاستعداد، إذا كان الاستعداد بمستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو بالمسيرات الليلية أو التكبير أو حتى الاعتصام، فهذا يؤدي إلى نتيجة بمستوى معين. وإذا كان الاستعداد بمستوى بذل المال فهو يوصل إلى نتيجة معينة، وإذا كان الاستعداد بمستوى بذل الروح فإنه سيوصل إلى مستويات أخرى. نعم، في القريب التصور أن هذا النظام المدعوم خارجيا في ضمن هذا المشروع السعودي الذي ابتدأ بالتحالف العنيف مع إسرائيل والتطبيع الذي تقوده قطر والسعودية، هم في بداية الطريق وليسوا في منتصفه أو في آخره، لهذا لا يبدو أنهم سيتراجعون عن هذا المشروع بهذه السهولة. هم في بداية الطريق والتحدي صعب جدا ويحتاج إلى استنفار لكل الطاقات الموجودة في الداخل وفي الخارج، عسى أن تحافظ على هذا الوجود وتؤثر وتقلل الخسائر. المتوقع إذا استمرنا على هذا الحال من الاعتصامات الهادئة أن يتم ترحيل سماحة الشيخ وأن يكون بيننا في قم المقدسة بعد فترة. زين، هذا المتوقع مع هذه الإجراءات العنيفة والهادئة في نفس الوقت وبعد ترحيل سماحة الشيخ، لا تبقى قائمة وتنتقل الحكومة والنظام إلى مرحلة أخرى من وابتدأتها، لكن ربما لا تريد أن تتوغل فيها بمدايات بعيدة، وهي مسألة القتل الهادئ خارج القانون بعيدا عن عنوان الإعدام وما إلى ذلك، القضاء على جميع الوجودات الشعبية والتيارات والجمعيات وأي بؤرة أو أي محطة يمكن أن تؤثر في المطالبة وفي تحريك الشعب في داخل البحرين. هذا متوقع له أن يأخذ منحى أشد عنفا بعد ترحيل سماحة الشيخ إلى خارج البحرين. وأكرر على أن كل هذا مرتبط بمستوى الاستعداد ودرجة الاستعداد. في الختام أقول لا بد من محاولة رسم معادلة جديدة يفرضها الشعب، وهي أن لا تكون الخسارة من طرف واحد، وإن كانت الخسارة متواضعة ومحدودة وجزئية وأولية في بدايتها، إلا أن استمرار الخسارة من طرف الشعب لوحده يعني الخسارة وعدم التقدم بهذه الثورة إلى الأمام. لا بد أن تكون هناك معادلة أخرى بغض النظر عن طبيعتها، أن تكون دفاع عن النفس مشروع تكفلها القوانين والمواثيق الخارجية والداخلية والدستور الذي لا يلتزم به هذا النظام الجائر، أو أن تكون ماذا حتى أدون مستوى من مسألة الدفاع عن النفس وعن الوجود وعن المقاومة، حتى على مستوى الخطوات السلمية، التمرد، العصيان المدني، يعني ما وجدناه في الخارج في بلدان مثل لبنان، على أقل الأسباب التافهة يتم قطع الطريق المؤدي إلى المطار وتعطل وتشل حركة البلد بأكمله.
إذا لم نكن على استعداد أن تكون الخسائر متبادلة ومن الطرفين معا، ولو بهذا المستوى، فإن الوضع لا يبشر بخير مع وجود هذا المقدار الكبير من التنسيق والعنف من قبل النظام وداعميه ومشغليه في الخارج.